خطر. نسألها على المشاهدين يا دكتور، والناس دلوقتي قاعده بورقه وقلم مستنيه تعرف انسب نظام دايت، ولو عشان برضو نكون واقعيين مش كلنا عنده ثقافه انه يروح لدكتور تغذيه، انسب نظام دايت ما يؤثرش على الجسم سلبا والناس فعلا تقدر تخس بشكل معقول. والجانب الاخر من السؤال بقى، هل في ادويه تساعد في ده ولا كل الادويه ما ينفعش نستخدمها؟ طيب احنا عندنا اول حاجه النظام اللي هو اي حد ممكن يعمله، اي حد ممكن يعمل حميه غذائيه بدون اي اشراف طبي، اللي هي المتوازنه، حميه طبيه متوازنه، ما استخدمش اي انواع من الانواع اللي انا ذكرتها. في ناس جمانه بتقعد طول النهار تشرب ميه فقط لا غير، او تاكل نوع معين من الفاكهه، وللاسف بعض المشاهير بيطلعوا يروجوا لحاجه زي كده، هو مش عارف ان هو ممكن يعني يأذي مريض ضغط، يأذي مريض سكر، يأذي مريض قلب، يأذي اي مريض من المرضى دول بان هو شاف الممثل الفلاني حابب ان هو يعمل كده، فبالتالي طبعا بيقلده او بيعمل زيه، فطبعا ده طبعا يعني كارثه بكل المقاييس. ولكن احنا بنقول النظام المتوازن هو افضل شيء على الاطلاق، نقلل السعرات الحرارية اللي هي بنسميها الكالوري إن، أو اللي هي المدخلات بتاعتنا نقللها، بالتالي طبعا هيحصل عجز في السعرات الحرارية وهيبدأ الجسم ينزل تدريجيا. هنوصل لمرحلة هي بنسميها مرحلة اللي هي البلاتو أو الثبات، خلاص ما فيش أي مشكلة، بنكمل زي ما احنا، ما فيش يأس، ما فيش أي مشكلة لمدة شهر شهرين، وبيبدأ الجسم تاني في الانهيار ويبدأ طبعا ينزل تاني، ما عندناش أي مشكلة. ده أفضل أنواع الحميات اللي هي النظام المتوازن، يكون في كربوهيدرات في النظام، يكون في نسبة بروتين، يكون في نسبة دهون، ولكن ما اعتمدش على حاجة واسيب الاتنين الباقيين. يعني ما اعتمدش على الدهون زي الكيتو، يعني اكل كل حاجة بكميات بسيطة، كل حاجة بكميات في مواعيد برضو يعني منتظمة او مواعيد معقولة، مش قبل ما انام. بصي الساعة 8 مساء او 9 مساء ده ميعاد الفصل، خلاص ايا كان انا هنام امتى بقى. اللي عايز يبدأ فعلا حمية غذائية او عنده مشكلة صحية، يعني عندنا مثلا ارتجاع المريء، مثلا ارتجاع المريء كل المرضى اللي وقفوا الساعة 8 بدون اكل رموا العلاج وابتدوا ان هم خلاص ارتجاع المريء ده ما ولا حسوا بيه نهائي. ليه؟ كان بيعمل ايه قبل كده؟ يفضل ياكل 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 الساعه 12 1 2 3 يخش ينام، يحصل حاجه طبيعيه، هيحصل طبعا ارتجاع طبعا في المريء. و بس لو هو وقف اكل قبل النوم مثلا بساعتين ثلاثه، حد هينام زي ما حضرتك قلت الساعه 2 الصبح مثلا، مثلا وقف اكل الساعه 11 قبل ما ينام ماشي 3 يعني ساعات، يعني بنقول ساعتين ثلاث ساعات ما فيش مشكله، الامور هتبقى كويسه. ولكن يعني الاغلب نوقف الساعه 9 بحيث ان احنا ايه، يعني هو مش هيسهر عن 2 3 يعني. فبالتالي يعني يبدا يعني المعده تاخد وضعها في الهضم، يبدا الاسيد يطلع، يبدا البوابات اللي هي في بدايه المريء تاخد راحتها. ليه؟ لان بيحصل ارتخاء في الصمامات اللي هي بتاعه المريء، اللي هي الوصله اللي ما بين المريء والمعده. في صمامين، الصمامين دول لو اتفتحوا عكس الاتجاه، وده طبعا من المشروبات الغازيه، من السجاير، من التدخين، من الحاجات دي كلها، بيبدا ان هو يتجشا فيفتح الصمامات دي العكس، يطلع الهواء فيفتح الصمامات دي العكس، مرة على مرة على مرة على مرة البوابات أو الصمامات دي اللي احنا بنشوفها دي طبعا بيحصل فيها ارتخاء، والأسد اللي موجود في المعدة أو الحمض اللي موجود في المعدة يبدأ ان هو يطلع في الفم بالليل، وطبعا بنلاقي عيانين كتير دلوقتي بالوضع ده. فده يعني زي ما حتى الآن زي ما حضرتك قلت ناكل كل احنا عايزينه بكميات قليلة، وبلاش ناكل قبل ما ننام، تنظيم الاكل، تنظيم الوجبات. الادويه بقى خاصه انه مؤخرا كمان بقينا لسه، مش عارفه انت سمعت الموضوع ده ولا لا، حسام، حقن الانسولين او السكر، هي حقن شبيهه يعني هي الماده الفعاله بتاعتها حاجه اسمها الليراجلوتيد، دي بتشتغل على هرمون الشبع اللي موجود في اللي هو بيفرز من المعده، ولكن دي لازم تتاخد تحت اشراف طبي. احنا بنشوف الجروبات دلوقتي، جروبات معموله للحقنه دي للاسف الشديد، وكل واحد وللاسف دي في الاخر لو الجرعه مش مظبوطه هتؤدي الى بنكرياتايتس. بتشتغل على المعده ولا بتشتغل على مركز الافراز في المخ؟ لا بتشتغل على المعده، تقلل لا مالهاش دعوه بالستايتي سنتر، مش هرمون، لا مش هرمون، هي حاجه اسمها جي ال بي 1
يعني طبعا الساده مش يعني عايزين نسهلها لهم حاجه بتقلل يعني بتقلل افراز، بتشتغل على هرمون الشبع، يعني بتخلي الواحد شبعان خلاص حتى لو معدته فاضيه، وتقلل يعني الاكل اللي خارج من المعده بدل ما يخرج بسرعه لا ممكن يقعد فتره في المعده فياخد وقت فتره، فبالتالي طبعا يحس الانسان بالشبع. ولكن لو الجرعات زي ما بقول لحضراتكم اتخذت غلط ممكن طبعا يؤدي الى التهاب في البنكرياس، يؤدي الى مشاكل كبيره جدا، الثايرويد او الغده الدرقيه اذا ما كانش معمول عليها تشيك اب ومعروف الفانكشن بتاعتها شكلها عامل ازاي والتحاليل بتاعتها شكلها عامل ازاي طبعا تؤدي طبعا لمشاكل كبيره جدا، وناس عانت من المواضيع دي في الفتره الاخرانيه. ولكن الادويه بشكل عام هي لا تمثل الا 5% من حجم الموضوع ككل في النزول في الوزن. طيب في ناس تقول انا عشان عايز اخس بسرعه انا هوقف الكربوهيدرات وهوقف الحاجات المقليه والدهون وهاكل مشوي وخضار وفاكهه. هو ده غالبا اللي انت بتتكلم فيه، ده اتكنز. اتكنز بيعتمد يقول لك كل لحوم زي ما انت عاوز، شويه خضار بسيط في الموضوع وكل لحوم زي ما انت عايز. بص الـ يعني الحميات دي احنا بنتنقل فيها الناس ما بتبقاش عارفه اتكنز، هي تقول انا اللي بيتخن هو الكربوهيدرات المكرونه والرز والحاجات المقليه، مش هاكل مكرونه ولا رز ولا حاجات مقليه ويوقف، ما هو وما فيش سكر وملح، ما هو منه لنفسه كده في البيت، هو يعني شغال لحوم خلاص عنده يوريك اسيد، اليوريك اسيد عمال يعلى خلاص، اليوريك اسيد عمال يعلى، عمل كريستالات، الكريستالات دي تروح تترسب في الكلى، تترسب في الصوابع، تترسب في القدم، وهو مش حاسس باي حاجه من الحاجات دي، هو فاكر ان هو بياكل بروتين، فالبروتين ده حاجه شيء يعني كويس وخلاص. بس ده بيحصل مباشره ولا على المدى الطويل؟ يعني طبعا لو مريض جاوت او مريض عنده يوريك اسيد عالي او نقرس على طول ممكن بعد شهر يشوف الموضوع ده، بعد شهر على طول يشوف الوضع ده. فبالتالي كل حاجه لازم زي ما قلنا النظام المتوازن افضل شيء على الاطلاق، النظام المتوازن اللي هو ولا لحوم ولا دهون ولا كربوهيدرات، في ميكس ما بين الثلاثه، وهو ده اللي بتبقى الوجبه اللي هي الرئيسيه اللي موجوده. هو الدايت اللي اهالينا واهاليهم كانوا بيعملوه طول عمرهم. فيش جديد. طيب سؤالي بقى برضه لحضرتك، انه في وصفات بتبقى موجوده على الانترنت ان كانت وصفات لمشروبات بتزود الحرق، او حتى في بعض الاكلات في اختراعات كده برضو بتزود الحرق، نلاقي بقى على الانستجرام المشروب السحري لازاله الدهون البطن اللي هيخلي مش عارف البطنك في فين.